أهلا بكم إلى المسائية، نبدأها بالعناوين مع منير الحافي. مساء الخير. في عناوين هذه النشرة: لأول مرة في تاريخ هذا العدو يتحول إلى بالذهاب إلى الإجراءات الدفاعية. حزب الله يجول بالإعلاميين في منطقة النافورة، وجعجع يعتبر الجولة خطأ استراتيجيا. وما حدا يحلم أنه بيبدد، ولا حدا يحلم أنه بده يضل على نفس القانون. عون يجدد لآته الثلاث بشأن قانون الانتخاب، وجنبلاط يرفض التضليل ويقول حتى الاتفاق على قانون جديد هناك قانون 60. مجلس الأمن الدولي بحث الاستفزازات الإيرانية، وتيلرسون يتهمها بزعزعة الأمن في المنطقة والعالم. نحافظ على سلامة أطفالنا وكل متر من أرضنا. طلب بطاقة بلون عطاء وساهم بنزع الألغام من لبنان مع بنك لبنان والمهجر. مرة جديدة يمعن حزب الله في تحدي إرادة الدولة اللبنانية، ويظهر فائض قوته المتنقل في الداخل وفي الرقعة الإقليمية. فبعد مشهد المجموعة المقنعة في برج البراجنة، نظم الحزب جولة للإعلاميين في منطقة الناقورة متخطيا الأجهزة الأمنية اللبنانية والجيش اللبناني. الجولة التي تحدث فيها أحد المسؤولين العسكريين في الحزب عن الإنشاءات الدفاعية للقوات الإسرائيلية وعن جهوزية حزب الله، جاءت أيضا على بعد أمتار قليلة من مقر قيادة قوات اليونيفيل، ليضرب حزب الله عرض الحائط القرار 1701. الجولة لاقت موجة من الرفض والاستياء، أبرزها لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي أكد أن الجولة التي نظمها حزب الله ليست مجرد غلطة بل خطأ استراتيجيا، إذ أعطى الحزب انطباعا وكأن لا جيش لبناني رسميا مسؤول عن الحدود، ولا دولة ولا من يحزنون. ووسط الأسئلة عن أهداف حزب الله من وراء الجولة التي نظمها وعن توقيتها، مواقف أمريكية ضد إيران وحزب الله سجلت اليوم على لسان وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون، الذي اتهم إيران بزعزعة استقرار المنطقة عبر زرع ميليشياتها في عدد من دول الشرق الأوسط، فيما مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هايلي رأت أن السبب الرئيس لنزاعات الشرق الأوسط هي إيران وحزب الله. داخليا وفي الشأن الانتخابي، جدد رئيس الجمهورية ميشيل عون تحذيره من التمديد والفراغ واعتماد القانون الحالي، داعيا جميع الأطراف إلى التوصل لقانون جديد للانتخاب. البداية من الجولة التي نظمها حزب الله للإعلاميين جنوبا، والتي حملت أكثر من مؤشر يظهر مدى الاستهتار بأجهزة الدولة العسكرية والأمنية. نظمت وحدة العلاقات الإعلامية في حزب الله جولة للإعلاميين على طول الشريط الحدودي للاطلاع على أعمال الحفر والتدشيم التي يجريها العدو الإسرائيلي. وتنقل الوفد الإعلامي على طول الشريط الحدودي المقابل لموقع حانيتا الإسرائيلي ومستوطنة شلومي، وتخللت الجولة محاولة من قبل قوات اليونيفيل لمنع تقدم الوفد إلى موقع العلام. أحد المسؤولين العسكريين في الحزب تحدث عن إنجازات حزب الله العسكرية، وذكر بتخوف الإسرائيليين من فرضية دخول مجموعات عسكرية للحزب إلى الجليل، مشيرا إلى الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الجيش الإسرائيلي تحسبا للحرب المقبلة. هناك إجراءات عسكرية هي دائمة للجيش الإسرائيلي يقوم بها، وأي جيش في العالم يقوم بها على الحدود، ولكن هذه إجراءات مستحدثة. هذه إجراءات لها حوالي العام وقرأناها جيدا ونراها، ولا يغيب تغيب نهائيا عن بالنا وعن نظرنا. هل يعتبر الإسرائيلي أنه حاله محصن عبر هذه الإجراءات؟ هو يحاول هذا موضوع، هو يحاول الإسرائيلي أن يصل لهذه الدرجة. لأول مرة في تاريخ هذا العدو يتحول
إلى بالذهاب إلى الإجراءات الدفاعية وإلى منطق الدفاع وإلى العقيدة الدفاعية. من جهته أكد المسؤول الإعلامي في حزب الله محمد عفيف أن الحزب ليس من هواة الحروب ولا يريد أن تحصل حرب جديدة في لبنان، مؤكدا أن الجولة تهدف إلى الرد على العدو الإسرائيلي بأن حزب الله ليس منشغلا بالحرب في سوريا وبالملفات الإقليمية المعقدة وبالوضع الداخلي، مذكرا بما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة جاهزة لردع العدو عن القيام أو التفكير بالحرب المحتملة. وتعليقا على الجولة الإعلامية عند الحدود الجنوبية، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن هذه الجولة ليست مجرد غلطة بل خطأ استراتيجي، إذ أعطى الحزب انطباعا وكأن لا جيش لبنانيا رسميا مسؤولا عن الحدود ولا دولة ولا من يحزنون، والأسوأ من كل ذلك أعطى انطباعا وكأن القرار الأممي 1701 أصبح في خبر كان. وشدد جعجع في بيان على أن الحكومة اللبنانية ونحن ممثلون فيها مدعوة إلى استدراك الأمر، والطلب من حزب الله الكف عن هذه التصرفات عن تصرفات من هذا النوع، بالمقابل عليها تحمل مسؤولياتها كاملة خصوصا لجهة حسن تنفيذ القرار 1701 والإمساك بالقرار الاستراتيجي كما يجب. الجولة الاستعراضية لحزب الله تأتي شاهدا على محاولات إلغاء أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية، وقد قابلتها نقطة مضيئة في عمل أجهزة الدولة عبر ما أنجزه الأمن العام من إصدار الوثائق البيومترية. جولة لتلفزيون المستقبل داخل أروقة مركز إصدار هذه الوثائق في هذا التقرير لناهد يوسف. إلى مركز إصدار الوثائق البيومترية دخلت كاميرا المستقبل للاطلاع على المراحل المتبعة لإصدار جوازات السفر البيومترية. هذه الغرفة ما في حدا يفوت على المركز إلا ما يقطع عليها، بياخد تصريح لحتى يقدر يفوت على المركز. بعد التدقيق بطلبات الحصول على الجوازات في المديرية العامة للأمن العام، ترسل الطلبات إلى هذا المركز. هون المخزن اللي بنحفظ فيه الباسبورات إجمالا بتساع على حدود 200 ألف باسبور. مفروض يكون في شخصين مختلفين لحتى يقدروا يفتحوا هذا الباب. تفضلوا شباب. هودي الباسبورات. هون كل هذا المخزن تبع الباسبورات. اجمالا نحن عندنا مخزنين، مخزن هون مخزن مصرف لبنان. هادي هون سكيورد روم بالمركز. هي هادي اذا بدك هي اللي بتعطي التصريح من الدولة اللبنانية على صحة جواز السفر. يعني نحن بنحط الباسبور بالفيدر مثل ما هو ولحاله، هي بتفتح له الصفحات وبتعرف الباسبور قد ايه رقمه وبتعطيه للشخص اللي بدها تعطيه حسب الريكوست اللي نحن بعتينه. بترجع بتفوت على الانكودينج بينكتب بقلب الشيب. نرجع نجي على هذا الموديول هون، عنا ثلاثة برنترز من هاي الجهة وثلاثة برنترز من هذيك الجهة، يعني بنفس الوقت قاعدين نطبع ست باسبورات. بقلبه هون بنعمل برنتينج، انك جيت برنتينج، وبنعمل لامينيشن. بنرجع بهذا الموديول هون بنحط تنحط اسمه يو في برنتر، تنحط الفوتو علي يو في. هيدي الماشين بحد ذاتها بتعمل كيو سي للباسبور، يعني إذا في شيء ناقص فيه، إذا في صورة ناقصة، إذا في شيء غلط معين قادر يقرأ، بتكب الباسبور هون. نرجع هون، هيدي هي الموديول، هذا بيعمل ليبل الباسبور على قفا الباسبور، بيكون محطوط اسم المركز واسم الشخص لمين نعطى الباسبور تبعه. آخر شيء بيطلع من هون الباسبور. أما صفحات جواز السفر فهي ليست خالية كما يظهر لنا بالعين المجردة. هودي ضمن العلامات الأمنية تبع جواز السفر اللبناني اللي بيعطي مصداقية لجواز السفر اللبناني. بالأشعة فوق البنفسجية يمكن رؤية المعالم السياحية اللبنانية المطبوعة على الصفحات. وفضلا عن جوازات السفر اللبنانية، فهذه المعدات تطبع أيضا وثائق السفر الفلسطينية وجوازات المرور والإقامات البيومترية. هذه المعدات المتطورة كان أثنى عليها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال جولته في المركز برفقة المدير العام اللواء عباس إبراهيم قبل أيام. رئيس سعد الحريري أثناء جولته الأمنية نهار السبت قطع للأمن العام، وأثناء الجولة عطى بصمته واتاخدت صورته ونعمل له باسبور بيومتري جديد. خلص الباسبور؟
أكيد ناخده معنا؟ لا صار أكيد صار معه من زمان. جوازات السفر البيومترية تسهل المتابعة الأمنية، وقد بدأت معظم دول العالم باستخدامها بعد أن كثرت الاعتداءات الأمنية. جواز السفر البيومتري الميزة اللي فيه أنه فيه بقلبه مثل شريحة تنوجد بداخل الجواز، هذه الشريحة بتحفظ بقلبها الرسم الشمسي لصاحب العلاقة إضافة لبصمات الأصابع. هذا الشيء بيمنع أي شخص يستعمل جواز السفر غير صاحبه الحقيقي. يعني إذا قلنا على جواز السفر القديم أنه في وجه شبه بين شخصين، يمكن يقدر يقطع معبر حدودي يستعمل جواز السفر اللي هو غير عائد له ويسافر فيه ويستغل هذا الشبه الموجود. أما على جواز السفر البيومتري أكيد هيدي ما بيصير، بحكم أنه بصمات صاحب العلاقة موجودة داخل الجواز بيبين أنه من هذا الشخص هو صاحب الجواز الحقيقي. إشارة إلى أن هذه المعدات يمكنها أن تنتج 600 جواز سفر بالساعة الواحدة. إنجاز أمني رصدت تفاصيله عدسات الكاميرا للمرة الأولى، إنجاز يثبت حجم الجهود التي تقوم بها المؤسسات الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار في لبنان. ناهد يوسف، تلفزيون مستقبل. ثلاث لاءات أطلقها رئيس الجمهورية ميشيل عون بخصوص الاستحقاق الانتخابي. عون الذي التقى وزير الداخلية نهاد المشنوق وبحث معه هذا الاستحقاق حذر من التمديد والفراغ واعتماد القانون الحالي، داعيا جميع الأطراف إلى التوصل لقانون جديد للانتخاب. خيم موضوع قانون الانتخاب على لقاءات ومواقف رئيس الجمهورية ميشيل عون، والتي كان أبرزها مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، حيث جرى عرض لنتائج المشاورات والاتصالات الجارية بشأن قانون الانتخاب وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، إضافة إلى الأوضاع الأمنية في البلاد والتدابير الأمنية التي اتخذت من قبل وزارة الداخلية خلال الأعياد. وأمام وفد من أهالي المتن الأعلى برئاسة النائب فادي الأعور، أطلق الرئيس عون جملة لاءات، مشيرا إلى أنه آن الأوان لنتمكن من وضع قانون انتخابي جديد بعد 9 سنوات. نحن اليوم عم نعاني من تأليف قانون انتخاب. القانون الانتخاب مع الأسف أنه عم ينعمل بذهنيات اللي عملوا كل الانتخابات اللي بدها تغيير وعم نطالب بتغييرها، وهذا اللي عم ياخد شوية وقت، ولكن اطمئنوا أنه نتوصل لحتى نحل هالشوائب ويكون في عنا قانون انتخاب جديد. هيك أنا أقسمت اليمين، هيك الحكومة أخذت الثقة، وهيك مجلس النواب أعطى الثقة للحكومة. هيدي صارت ولاية ملك، ما عدت ولاية مجلس نواب، وما حدا يحلم أنه بيمدد، ولا حدا يحلم أنه بده يضل على نفس القانون، وما حدا يحلم أنه بصير في فراغ. إذا مجلس النواب ما عنده قادر يعمل قانون جديد، شو قادر يعمل؟ هذا الشيء منه مقبول. رئيس الجمهورية استقبل أيضا وفدا من ضباط الأمن العام برئاسة المدير العام اللواء عباس إبراهيم، وعرض معهم لواقع الأمن العام ومهماته، منوها بالدور الذي يلعبه اللواء إبراهيم ومشددا على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية. كما التقى الرئيس عون وفدا من الجمارك برئاسة العميد المتقاعد أسعد الطفيلي بحضور المدير العام للجمارك بدر ظاهر. وقد أطلع الرئيس عون على عمل الجمارك والتشدد في ضبط المخالفين وحماية مصالح الدولة والمواطنين. وأكد الرئيس عون لوفد أهالي القاع، لا سيما أهالي الشهداء الذين سقطوا في التفجيرات الإرهابية الأخيرة، أن الأولوية للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلدة ومسح الأراضي ووقف التعديات، وحي ذكرى شهداء الجرائم الإرهابية، مؤكدا أن مطالب الأهالي موضع عناية خاصة من قبله. وكانت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانا اسكندر قد أقسمت اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير العدل سليم جريصاتي والقاضي جون فهد. وفي السرايا الحكومي، شكل قانون الانتخاب محور لقاءات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وقد لفت العميد المتقاعد شامل روكوز إلى أنه من المفروض أن يكون هنالك قانون وانتخابات قبل نهاية أيلول المقبل. المشاريع الإنمائية في منطقة كسروان وقانون الانتخاب من المواضيع التي بحثها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع العميد المتقاعد شامل روكوز في السراي الحكومي.
روكوز لفت إلى أن الرئيس الحريري كان متجاوبا مع كل ما تم طرحه من شؤون إنمائية، وقال إن الحريري وعد بالتعويض على مزارعي التفاح المتضررين جراء العواصف. وأشار روكوز إلى أنه مع النظام النسبي في قانون الانتخاب. مفروض يكون في عنون ويكون في انتخابات قبل ما يخلص أيلول. أنا بحس الأجواء إيجابية، يعني هو دولة رئيس بشكل عام بيطمن بصورة دائمة، بقى شو تكون الأجواء أكثر تقاربا. في عدة أمور ممكن تكون مخرج لأزمة قانون الانتخاب، إن شاء الله بأسرع وقت ممكن يكون في هيك انفتاح أكثر وتعاطي أكثر بإيجابية، لأنه قانون الانتخاب هو محوري بهالمرحلة هيدي، وهو شغلة أساسية باستقرار البلد، وأهم شيء استقرار البلد. مش إذا خسرنا نيبان ولا رحنا نيبان معناتها عملنا عمل عظيم. العمل العظيم هو استقرار البلد من خلال قانون انتخاب عادل ومساوي لكل اللبنانيين بكل المناطق اللبنانية. مهم أهم شيء يكون يريح الناس بكل المناطق اللبنانية، وهذا أكيد أهم دولة الرئيس وفخامة الرئيس. الأوضاع العامة والاتصالات الجارية بشأن قانون الانتخاب عرضها الرئيس الحريري مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادي ووزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير. وفي تغريدة له على تويتر تساءل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط لماذا حملة التضليل من بعض المراجع؟ ليس هناك تمديد إلى أن يتفق على قانون جديد، هناك قانون الستين وفق الدوحة وفق الدستور. اعتبر سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها خطوة مهمة لضمان عمل المؤسسات الديمقراطية في لبنان بما يراعي مصلحة الشعب اللبناني ومنفعته. وأكد السفراء في بيان لهم أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب النقاشات القائمة بين الأطراف السياسية في لبنان للاتفاق على قانون الانتخابات النيابية المقبلة، وقد أخذ الاتحاد العلم بقرار الرئيس ميشيل عون بتأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر، ودعا الأطراف السياسية إلى الاستفادة بأعلى مقدار ممكن من هذه الفترة للتوافق على قانون جديد، مؤكدا الالتزام بتوفير الدعم لتحضير الانتخابات وإجرائها في موعدها. في عين التين عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع النائب بطرس حرب الأوضاع الراهنة وقانون الانتخابات النيابية. حرب أشار بعد اللقاء إلى أن المرحلة الراهنة قد تكون من أخطر المراحل التي مر بها النظام السياسي اللبناني، وحمل حرب مسؤولية تأخير الوصول إلى قانون جديد للانتخاب لمن وصفهم ببعض المتهورين الذين يطرحون المشاريع التي تؤمن مصالحهم ولا تؤمن صحة التمثيل. بعتقد أنه هاي المرحلة بتستدعي أنه كل واحد يتحمل مسؤوليته، ونحن رح نتحمل مسؤوليتنا. أولا لن نقبل بأن يسقط البلد بسبب تلاعب أو مشاطرة، كل واحد عم يتشاطر تأمن مصارفه وحساب البلد. ولن نسمح بأن تسقط المؤسسات أيضا، ولن نسمح بأن نقع بالفراغ، لأن الفراغ هو خاتل وسيؤدي الفراغ بالنتيجة إلى سقوط لبنان، وهذا ما يجب تفاديه مهما كان الثمن. نبهت كتلة حزب الله إلى مخاطر عدم التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية قبل 15 من أيار، مشيرة إلى أن أقل التداعيات السلبية تسعير الانقسام ووضع البلاد في مأزق. تنبه الكتلة إلى مخاطر عدم التوافق على قانون انتخاب جديد قبل 15 من شهر أيار المقبل، وترى أن أقل التداعيات السلبية جراء ذلك هو تسعير الانقسام بين اللبنانيين ووضع البلاد في مأزق معقد، فضلا عن التراجع المريع للآمال المعقودة على إمكانية إحداث تغيير وطني نحو الأفضل والمأمول في هذه المرحلة. ولا تزال الكتلة عند قناعتها بأن النسبية الكاملة هي الصيغة الدستورية الأمثل للقانون المرتقب. وزير الداخلية نهاد المشنوق يؤكد خلال تكريمه من قبل تيار المستقبل التمسك بالثوابت التي تقوم عليها فكرة الدولة ومؤسساتها والانفتاح على كل القوانين الانتخابية دون استثناء. تقديرا لجهوده في خدمة تيار المستقبل ولبنان، كرم المكتب التنفيذي في تيار المستقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بحضور الأمين العام للتيار أحمد الحريري وأعضاء الأمانة العامة والمنسقين في المناطق.
واعتبر الحريري أن الوزير المشنوق رمز من رموز الاعتدال وأحد أبرز العاملين من أجل المحافظة على المؤسسات في حكومة الرئيس سعد الحريري. الوزير المشنوق أكد على أهمية دور رئاسة الجمهورية كمرجعية لكي لا يفتقد البلد إلى المرجعية، ودعا إلى التمسك بالثوابت القائمة على فكرة الدولة واستمرار مؤسساتها والانفتاح على كل القوانين الانتخابية من دون استثناء، مشيرا إلى أن هناك من يتهيأ له أنه يمتلك فائضا متنقلا من القوة يستطيع استثماره في اللعبة الداخلية، لكن الأشهر المقبلة ستثبت أن هذا ليس سوى وهم كبير. وقال: خيارنا خلال المرحلة الانتقالية الخطيرة التي تجتازها المنطقة هو ألا نكون جزءا من الاشتباك السياسي الداخلي، وأن نحتفظ بأنفسنا أمنيا وسياسيا على رغم الحرائق المحيطة بنا. وشدد الوزير المشنوق على أن لا تسليم ولا استسلام كما يتصور البعض، بل على العكس، فإن تيار المستقبل احتفظ بحرية الحركة السياسية، لكنه نقل الاشتباك السياسي من خارج النظام إلى داخل ملعب النظام بكامل مؤسساته الدستورية. وشرح المشنوق خلال اللقاء الأسباب الموجبة التي دفعت تيار المستقبل إلى اتخاذ الخيارات السياسية الأخيرة، مؤكدا أنها حالت دون استمرار تآكل مؤسسات الدولة. وشكر الوزير المشنوق كوادر المستقبل على تكريمه قائلا: أنا واحد منكم وعقلي وقلبي مفتوحان لكم، نحن مؤتمنون على إرث كبير ويجب أن نكون على قدر هذا الإرث. أكدت السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد على استمرار العلاقة المميزة مع لبنان على الرغم من كل الظروف. كلام ريتشارد جاء خلال وضع حجر الأساس لمبنى السفارة الأمريكية الجديد، تأكيدا على العلاقة المتينة بين الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان. تم وضع حجر الأساس لمبنى السفارة الأمريكية الجديد الذي سيتم بناؤه قرب مبنى السفارة في عوكر، وقد أقيم احتفال في المناسبة حضره إلى جانب السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد، وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، وعدد من الفعاليات الأمنية والسياسية. أبي خليل أكد على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ولا سيما في مجال الطاقة. هذا المشروع يؤكد على عمق العلاقات الثنائية والتزام الولايات المتحدة بدعم لبنان الذي يحرص على نسج أفضل علاقات التعاون مع الدول الصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. وزارة الطاقة والمياه في لبنان لها صلات وثيقة مع وزارة الطاقة الأمريكية وتتابع القضايا ذات الاهتمام المشترك. ريتشارد أكدت على استمرار العلاقة المميزة مع لبنان رغم كل الظروف. نتشارك مع هذا البلد علاقة مميزة وقوية، وأريدكم أن تعرفوا أن أمريكا لا تأخذ هذه العلاقة بشكل عبثي. إن وضع حجر الأساس للسفارة الجديدة هو رسالة قوية للمجتمع اللبناني بأننا معكم على المدى الطويل ونأمل إكمال المسيرة والشراكة. وتابعت ريتشارد: إننا فخورين بوجود الملايين من اللبنانيين واللبنانيين الأمريكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نجدهم يرفعون المعايير ويتحدوننا لنكون أكثر إيجابية ونرفع من طاقاتنا وننفتح أكثر. بعد الفاصل في النشرة: روسيا تقود مباشرة معارك ريف حماة، ومواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية قرب سجن عوفر. أهلا بكم مجددا. صعدت قوات الأسد حملتها العسكرية على أحياء دمشق الشرقية بهدف عزل حي برزة عن حيي القابون وتشرين. إلى ذلك تحدثت أنباء عن عملية إنزال نفذتها قوات التحالف في الدوير على أطراف البوكمال أسرت خلالها قيادات مهمة من داعش كانوا في قافلة متجهة من الميادين إلى البوكمال. وابل من القصف المدفعي والجوي تحاول قوات الأسد والميليشيات المساندة لها التقدم على المحاور الشرقية والجنوبية لحي القابون ومحور شارع الحافظ في حي تشرين، مستخدمة الصواريخ والمدفعية وتحت غطاء من الطائرات الحربية الروسية بهدف عزل حي برزة عن حيي القابون وتشرين.
وفي ريف حماس الشمالي أحبطت قوات المعارضة محاولتي تقدم لقوات النظام والميليشيات المساندة لها على جبهتي حلفاية وطيبة الإمام، وكبدتهم خسائر فادحة بالأرواح والعتاد بالتزامن مع استهداف مناطق الاشتباك بعشرات الصواريخ الفوسفورية والمظلية. وأعلن الجيش الحر أن روسيا تدير المعركة مباشرة بعد فشل قوات الأسد والميليشيات في تضييق الخناق على خان شيخون. ومع استمرار الاشتباكات في الوسط السوري، شهدت بلدات اللطامنة وكفرزيتا وحلفاية قصفا مركزا بالقنابل الفوسفورية والنابالم ألقتها طائرات روسية. وفي الجنوب تمكنت فصائل غرفة عمليات البنيان المرصوص من تقليص المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد وميليشيات إيران في حي المنشية بمدينة درعا. وأعلن المكتب الإعلامي للغرفة عن تحرير كتلة الصلخدي السكنية الاستراتيجية، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأسد ضمن معركة الموت ولا المذلة. في هذا الوقت أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع أن نظام الأسد نقل طائراته الحربية إلى قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية لوضعها تحت الحماية تحسبا لأي ضربات أمريكية محتملة. ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة برئاسة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكا هايلي الأوضاع في الشرق الأوسط، وتركزت كلمات الأعضاء على التدخلات الإيرانية في المنطقة من خلال دعمها للإرهاب وحزب الله وداعش. المندوبة الأمريكية أكدت أن السبب الرئيس لنزاعات الشرق الأوسط إيران وحزب الله الذي يشارك في ذبح الشعب السوري وصفة إياه بالمنظمة الإرهابية، وطالبت بالتصدي لأنشطة وسلوك إيران. من جهته شن وزير الخارجية ريكس تيلرسون هجوما على إيران واتهمها بزعزعة الاستقرار في المنطقة وتقويض السلام في العالم، وتوعد تيلرسون بمحاسبتها على دورها السلبي بعد الانتهاء من مراجعة السياسة الأمريكية تجاهها. انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسة إيران التوسعية في المنطقة، متهما إياها بتشكيل قوة فارسية في سوريا والعراق واليمن ولبنان. وشدد أردوغان أن بلاده لن تسمح باقتطاع أراض ومناطق من سوريا لصالح أي دولة، مجددا دعوته لإقامة منطقة عازلة يشرف على حمايتها جيش وطني يمكن للسعودية وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا دعمه. شدد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس على عمق العلاقات بين بلاده ومصر وقوة التعاون العسكري المشترك. وخلال لقائه في القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع صدقي صبحي، أكد ماتس دعم بلاده الكامل للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب، فيما أكد الجانب المصري ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتجفيف منابع الإرهاب وتوجيه رسالة حازمة إلى الدول التي تدعمه بضرورة وقف تمويل التنظيمات الإرهابية. أعلن الجيش المصري مقتل 19 متشددا في عمليات بمشاركة سلاح الجو في شمال سيناء ووسطها. وأوضح المتحدث العسكري أن القوات الجوية استهدفت مناطق تجمع العناصر المتشددة، مما أسفر عن مقتل الإرهابيين، ومن بينهم قيادي بارز في تنظيم أنصار بيت المقدس وهو رئيس اللجنة الشرعية في التنظيم والمسؤول عن الاستجواب. في المقابل قتل شرطي في استهداف مدرعة بعبوة ناسفة في مدينة العريش شمال سيناء. اندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين عند بوابة سجن عوفر غرب رام الله في الضفة الغربية لدى وصول مسيرة لحركة فتح وفصائل العمل الوطني لدعم المعتقلين في سجون الاحتلال المضربين عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على الظروف السيئة وسياسة الاحتجاز من دون محاكمة التي تطبقها إسرائيل على الآلاف منذ ثمانينيات القرن الماضي. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل جولة على سجن النساء في ثكنة بربر الخازن ببيروت. وأهالي عين دارة يتضامنون مع أحد أعضاء مجلس بلدية البلدة بعد تعرضه للضرب. في السراي الحكومي، سلسلة لقاءات لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تناولت شؤونا إعلامية وحياتية. الشؤون الإعلامية العامة بحثها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي مع رؤساء مجلس إدارة التلفزيونات الخاصة في لبنان.
اللقاء خرج بالتوافق على ضرورة التركيز على الخطاب الوطني الجامع وتجنب كل ما من شأنه إثارة الحساسيات من أي نوع كانت. على سير العمل في مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان الذي تنفذه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني وجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحريري في مكتبه رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور حسن منيمني ورئيسة إدارة الإحصاء المركزي اللبناني الدكتورة ميرال توتاليان ومدير المشروع عبد الناصر الآيي. رئيس مجلس الوزراء التقى كذلك رئيس لجنة دار الفتوى اللبنانية في الكويت حسان حوحو الذي قدم للحريري شرحا عن فكرته بإنشاء صندوق يموله المغتربون اللبنانيون في كل دول الاغتراب لتمويل الجيش اللبناني عبر تقديم الجيش بهذه الطريقة على 156 مليون دولار سنويا. وقدمت المشروع اليوم لدولة الرئيس واخذ الاستحسان كمان كذلك الأمر، وبناء عليه إن شاء الله لح يكون في تنسيق بين قيادة الجيش والحكومة لعملية الآلية العمل لكي تقوم فيها وزارة المغتربين بإبلاغ السفارات في الخارج وعمل حسابات خاصة للجيش اللبناني. الرئيس الحريري التقى سفيرة إسبانيا في لبنان ميلغاروس هيرماندو إيشيفاريا وعرض معها الأوضاع المحلية والأقليمية والعلاقات الثنائية، كما التقى رئيسة مركز الرعاية الدائمة السيدة منى الهراوي وعرض معها أوضاع المركز وشؤونا عامة، ومن زوار السراي رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل. السجينة هي إنسان قبل أي شيء آخر، قد تكون واجهت ظروفا معينة دفعتها للقيام بالجرم الذي تسبب بسجنها. الكلام لوزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغسبيان خلال زيارته سجن النساء في ثكنة بربر الخازن. تقرير محاسن حلبي. من أجل مجتمع أكثر عدالة وإنسانية، زينت هذه العبارة حائط ملعب أو ما يعرف بفسحة السجينات في حبس النساء في ثكنة بربر الخازن. وفي جولة على غرف السجن مع وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغسبيان الذي أتى للوقوف على أوضاع السجينات برفقة وفد من المجتمع المدني والقضاء، تخبرك الجدران بقصة كل واحدة منهن، منها المظلومة ومنها الظالمة، قضايا عدة، مخدرات، دعارة، شيكات مزورة، اختلاس، سرقة وحتى إرهاب. نتيجة السجينات هن ناس مثلنا مثلهم، يمكن في ظروف قاسية حالة انه يعيشوا حياة طبيعية مثل كل العالم، ويمكن هذه الظروف ادت لوصولهم الى السجن. حبينا اليوم بانهار كوزارة كلنا سوا نجي نوقف على وضع السجينات، اول شيء من حيث الامور الحياتية والعلاقة بالاكل بالشرب بالنظافة، من حيث أمور ترتبط باللقاءات والزيارات، لأنه بعض السجينات عندهم أولاد وأطفال، نشوف بأي وضع عم بيتم مقابلة الأطفال والأولاد، إذا كانت الظروف بالفعل فيها ظروف بتأمن البيئة صحيحة وصالحة، وإذا كان في هناك قدرة على التواصل مع بعضهم. أتيحت الفرصة لسجينات ثكنة بربر الخازن وبتقديم من جمعية زونتا بيروت لإنشاء غرفة مناظرة مؤهلة لاستقبال الأمهات السجينات لأولادهن، إذ إن السجينة يسمح لها بإبقاء ولدها معها حتى عمر السنتين، وبعد ذلك ينفصل عنها ويسمح لها بلقاءات دورية تحددها إدارة السجن. انتهت جولة الوزير وخرجنا من السجن الصغير تاركين فيه سجينات من جنسيات عدة، منهن اللامباليات ومنهن النادمات على ما فعلنا، موقوفات ومحكومات يأملن بالخروج إلى الحياة مرة جديدة. في بيان عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية نهاد المشنوق أن شخصيات وقوى سياسية وازنة تدخلت بشكل مباشر أو غير مباشر خلال السنوات الأخيرة لتسهيل عمل مرامل وكسارات
في معظم المحافظات، ولا علاقة لقوى الأمن الداخلي بهذا الموضوع إلا من خلال تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية. لذلك فإن وزير الداخلية قرر وقف أعمال المرامل والكسارات وأعمال الحفر ونقل الناتج لمدة شهر من تاريخه في كل المناطق اللبنانية، وذلك بعد التشاور مع وزير البيئة وبعد إطلاع رئيس الجمهورية على تفاصيل الموضوع، على أن يصار إلى عرض هذا الملف خلال الشهر المحدد على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وتنظيم هذا القطاع. وكان أهالي عين دارة قد نظموا وقفة تضامنية مع عضو مجلس البلدية ستيفن حداد الذي تعرض للضرب قبل يومين، وقطعوا خلال هذا التحرك طريق ظهر البيدر بالاتجاهين لبعض الوقت. بعد الاعتداء على عضو مجلس بلدية عين دارة ستيفن حداد ونقله إلى المستشفى بحال حرجة، نفذ أهالي عين دارة وقبلياس وقفة تضامنية أقفلوا خلالها طريق ظهر البيدر بالاتجاهين. كلمات عدة ألقيت خلال هذه الوقفة أكدت تضامنها مع حداد ورفضها لمعمل الإسمنت، مشددين على أنه معمل لصناعة الأمراض السرطانية. مرحلة ما قبل الاعتداء على حداد مختلفة عن مرحلة ما بعدها، هذا ما أعلنه المعتصمون، وأضافوا إن بيير فتوش يقول إن الأشغال قائمة في المعمل في محاولة ليفرض واقعا علينا، ونحن نؤكد أن الأعمال متوقفة ونطلب منه سحب الرخصة لأن أمواله جاءت من عين دارة. كما أكدت الكلمات أن أهالي عين دارة تحت سقف الدولة ليعاودوا بعدها فتح الطريق. مواقع التواصل الاجتماعي ضجت في الساعات الماضية بشريط فيديو يظهر شخصا يعتدي على شاب يعاني من اضطرابات نفسية، وبعد التقصي أوقف المعتدي ومن كان يصور الحادثة. هو مشهد أقل ما يقال فيه إنه غير إنساني. الشاب يا غين يعتدي بالضرب على المواطن ذا خاء والملقب بأبي عنتر وهو يعاني من اضطرابات نفسية. وكي تكتمل عوامل الاستهزاء ساهم سين حاء بتصوير هذا الاعتداء وتوزيعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد انتشار الفيديو قامت مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي بالتحقيق بالحادثة وتمكنت من توقيف المعتدي ومن صور. أما المعتدى عليه فقد صرح بأن الحادثة جرت منذ حوالي 6 أشهر، لافتا إلى أن التعنيف أفقده الوعي. هذا فيديو آخر انتشر أيضا يظهر المعتدى عليه أبو عنتر وهو يصفع من ضربه ومن صوره. وزير الثقافة غطاس غوري يطلق مسابقة منتور العربية للأفلام التوعوية القصيرة للشباب. بهدف تسليط الضوء على أهمية الوقاية من السلوكيات الخطرة والمخدرات، أطلق وزير الثقافة غطاس غوري مسابقة منتور العربية للأفلام التوعوية القصيرة للشباب. حفل الإطلاق جاء خلال مؤتمر صحفي حضرته المديرة التنفيذية لمؤسسة منتور العربية ثريا إسماعيل وعدد من الفعاليات الفنية والاجتماعية. نحن دائما بنقول إنه الوقاية أهم من العلاج، وأيضا بهكذا سلوك خطر قد يتجه إليه الأطفال والشباب الواعد، المهم الوقاية من أن لا يتجهوا بهذا المسلك الخطر أهم من علاج المسلك الخطر الذي قد يتبعه الأطفال. لذلك نحن هذه المبادرة نرحب بها ونشجعها، ونشجع أيضا المنازل والأهل والعائلات على أن يقضوا وقت ذو قيمة مع أطفالهم. الأفلام اللي بتوصلنا حنختار منها 50 فيلم تصفية أولى، بعدين حنختار 10 أفلام، الأفلام حتنعرض على كل وسائل التواصل الاجتماعي، وحيكون في تصويت لنتيح الفرصة لشباب آخرين أو أشخاص مهتمين أنه يبدوا رأيهم بهي الأفلام. حنتم اختيار 5 أفلام بنسبة بين التصويت وبين آراء لجنة التحكيم، وهي الـ5 أفلام حتاخذ جوائز أكيد مادية ومعنوية، وحتشارك بمهرجانات دولية أو عربية. الفن وسيلته بهيك نوع من المسابقات، لما بنعمل فيلم قصير عن قصة حياة حدا عنده معاناة حقيقية بهي التجربة والتأثير المباشر عليه وعلى عائلته وعلى المجتمع، بتخيل بيعطي كتير أمثلة وعبر لمجموعة كبيرة من شرائح المجتمع لحتى تتجنب هيك نوع من السلوكيات.
يذكر أنه يمكن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما الاشتراك في المسابقة من خلال تحميل استمارة الاشتراك عبر موقع المؤسسة الإلكتروني أو عبر زيارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة. لوح موظفو مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي بالتصعيد وإعلان الاعتصام المفتوح في حال عدم دفع مستحقاتهم. نفذ موظفو مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي اعتصاما رفعوا فيه الصوت لمطالبة إدارة المستشفى بعدم التسويف والمماطلة في دفع مستحقاتهم. وطالب المعتصمون وزير الصحة غسان حصباني التدخل لتنفيذ القرار الذي يتضمن دفع منح مدرسية بناء للجدول السنوي الصادر عن تعاونية موظفي الدولة ومنح 13 شهر وإعطاء المتعاقدين حقهم بالدرجات. نحن اللي عم نطالب فيه هو نعلم أولادنا، نحن أغلبنا مكسور للمدارس، نحن أغلبنا معاشه عم يقبض وناقص، لما ما بياخد الدرجات هيدا معاشه عم يخلص من 20 الشهر وعم يطلع مديون لكال لدكاكين ومديون للنقل ومديون للمدارس ومديون لأجار البيت. ولوح المعتصمون بالتصعيد في حال عدم تلبية مطالبهم وإعلان الاعتصام المفتوح مستثنين الطوارئ في المرحلة الأولى. مؤتمر اتصالات تيليكوم ريفيو سامت يعود إلى بيروت في نسخته الثامنة ويجمع أبرز شركات الاتصالات الدولية إلى جانب عدد كبير من خبراء الاتصال والإنترنت. كارولا النقاش تحدثت إلى توني عيد مؤسس تيليكوم ريفيو عن المؤتمر وأهميته في تطوير قطاع الاتصالات. سامت تيليكوم ريفيو عم بينعقد بلبنان، فيك تخبرنا ليش؟ صراحة بعد توقف 5 سنين قررنا نعمل لبنان لأنه لقينا في تواجه جديد بالإدارة اللبنانية اليوم كاملة، يعني بكل فئاتها على تشجيع هالقطاع، وتواجدنا مع كل هالخبرات الناس القادة بالتيليكوم الليدرز يلي اجوا من برا ويلي مثل ما شفتوا اليوم عرضوا برزنتيشنز روعة وعرضوا حلول وعرضوا بوش لهالقطاع، بظن انه هيدا كمان بيكون حافز اكتر للحكومة عنا يتحركوا اكتر لتطويع هالقطاع ويستفيدوا منه، لانه اليوم اكتر الاقتصادات بالعالم مبنية صارت على اقتصاد رقمي، واقتصاد رقمي ما بيمشي بدون اتصالات وبدون انفراستراكشر وبدون كله هالشي، مثل ما هلا مثلا عنا كان الفور جي انتقال من الجيل الرابع للجيل الخامس وصح حسناته، فهذا بيشجع الاستثمار. وبالإضافة كان في عنا كتير ضمن المتواجدين عنا ناس بيمثلوا شركات كبيرة هدفها الاستثمار بقطاع الاقتصاد بلبنان، يعني بدون ما نسمح لما نعمل دعاية بس انه موجودين كانوا معنا وهودي جايين كمان ليراقبوا الوضع ويشوفوا رأي الحكومة وكيف توجهها إذا قرروا يستثمروا بلبنان مشان يطوروا القطاع. فعلا قطاع الاتصالات غير حياتنا اليوم، غير حياتنا كلها، يعني انا بعطي مثل صغير على انسان كان مسافر ترافلر، كان يسافر من 10 سنين واليوم بيسافر، كان بده يحط بالشنطه دفتر التليفونات، بده يحط الرزنامه او الكالندر ياخذ عليها نوتس، بده يحط كاميرا لياخذ فيها صور، ياخذ فيديو ليصور فيديو، وبده ياخذ تليفونه اللي هو كان اخضر احمر واس ام اس، بده ياخذ ساعه، بده ياخذ منبه، بده ياخذ ضوء، بده ياخذ خريطه ليمشي على الطريق. اليوم هودي كلهم ما لهم زوم، بياخذ سمارت فون وسمارت فون بيعمل كل شيء، يعني التطور فعلا كان من الالاف للياء قلب لنا حياتنا، انا بسميها كلها توتالي راسا على عقب. بعد قليل الرياضة مع صبحي قبلاوي.
مساء الخير مشاهدينا. البداية اليوم رح تكون من الأخبار المحلية، حيث عم تتواصل التحضيرات للنسخة الأولى من ماراثون صيدا الدولي يلي ينظم يوم الأحد المقبل، واليوم تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري القميص رقم 2 من وفد الجمعية. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بمقر الرئاسة الثاني بعين التيني وفد من جمعية صيدا انترناشنال ماراثون برئاسة رئيس الجمعية الدكتور ناصر حمود، يلي وجه للرئيس بري الدعوة للمشاركة بماراثون صيدا الدولي الأول يلي بتنظمه الجمعية ب 23 نيسان المقبل. وكانت التحضيرات لماراثون صيدا الدولي المقرر نهار الأحد تواصلت على مدار الساعة بعاصمة الجنوب بسلسلة لقاءات واجتماعات عقدت ببلدية صيدا ووضعت خلال اللمسات الأخيرة على الجهوزية اللوجستية لمسار الماراثون. إشارة إلى أنه ماراثون صيدا الدولي بتنظمه جمعية صيدا انترناشنال ماراثون بدعم من بنك عودي وبالتعاون مع نادي روتراكت صيدا وبلدية صيدا وتحت إشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة. كما قدم وفد جمعية صيدا انترناشنال ماراثون للرئيس نبيه بري القميص رقم 2 مع شعار ماراثون صيدا الدولي الأول. بإسبانيا اليوم الخبر الأبرز، فجر المدعي العام للمحكمة العليا الإسبانية وهي مفاجأة من العيار الثقيل، حيث طالب بعقوبة السجن القصوى على مهاجم نادي برشلونة الإسباني النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة ممكن توصل ل 21 شهر بسبب التهرب الضريبي. وأعلنت المحكمة أن المدعي العام أكد أنه ميسي كان مسؤول عن التهرب الضريبي بالشركات التابعة له ولا والده، وكشف أنه قد تهرب من دفع ضرائب قيمتها 4.1 مليون يورو، وهالشي صار على الرغم من شهادة ميسي بعدم تدخله بالعمل بالشركات وأنه ترك الأمر لوالده. بالمقابل امبارح كمان كانت ليلة سيئة جدا ببرشلونة، حيث عجز برشلونة عن تكرار سيناريو مباراته مع باريس سان جيرمان الفرنسي وودع الشامبيونز ليج بعد ما فشل بالوصول إلى شباك ضيفه جوفنتوس الإيطالي يلي فرض عليه التعادل السلبي بالكامب نو. ودخل النادي الكتالوني هالمباراة وهو بوضع صعب بعد الخسارة يلي تلقاها بالذهاب بتورينو 3-0. ولم يكتفي جوفنتوس بحرمان برشلونة من بطاقة التأهل إلى النصف نهائي، بل منعه أيضا من معادلة الرقم القياسي من حيث الانتصارات المتتالية بملعبه والمسجل باسم بايرن ميونخ الألماني يلي توقفت سلسلة انتصاراته عن 16 فوز على التوالي بخسارته الأسبوع الماضي أمام ريال مدريد الإسباني. وعلى ملعب لويس الثاني أكد موناكو أحقيته ببطاقة التأهل إلى النصف نهائي بعد ما جدد فوزه على ضيفه بروسيا دورتموند الألماني 3-1. وكان موناكو عاد من دورتموند بفوز كثير مهم 3-2 بمباراة الذهاب بأسبوع مؤلم بالنسبة للنادي الألماني بعد ما تعرضت حافلة الفريق إلى 3 تفجيرات وأدت إلى إصابة مدافعه الإسباني مارك بارتارا بجروح بإيده. الليلة بيأمل مانشستر يونايتد الإنجليزي القادم من فوز على تشيلسي متصدر البريمير ليج بنهاية الأسبوع الماضي بالاستفادة من مسرح الأحلام ملعبه الأولد ترافورد، وقتها بيستقبل أندرلخت البلجيكي بإياب ربع نهائي المسابقة الدولية اليوروبا ليج. بظل المنافسة الكبيرة على المراكز الأربعة المؤهلة إلى تشامبيونز ليج الموسم المقبل واحتلال مانشستر يونايتد المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، وضع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قدام عيونه هدف واحد وهو إحراز لقب اليوروبا ليج ليأكد مشاركته بالمسابقة الأم الموسم المقبل. وكان مانشستر يونايتد بطريقه لحسم مباراة الذهاب وقت قدر يتقدم على أندرلخت البلجيكي بطل المسابقة بالنظام القديم عام 1983 ووصيفة عام 1984، ولكن الفريق البلجيكي عادل بالثواني الأخيرة. وبظل إراحة جوزيه مورينو لإبراموفيتش أمام تشيلسي وفضل سرعة لاعبينه راشفورد وماركوس، رح يكون الهداف العملاق جاهز لمباراة أندرلخت الليلة بعد ما خاض الدقائق العشرة الأخيرة بالدوري. بس هذا كل شيء بالرياضة لليلة، ومنتابع ما تبقى من النشرة مع لينا ومنير. شكرا صبحي. شكرا صبحي. صفحة الأحوال.